فن. احكي لي دخلت طيب الكورة ازاي؟ دخلت الكورة ازاي؟ هو انا جيت اصلا بدايتي خالص كنت جيت الاهلي اصلا ناشئين الاهلي. ناشئين الاهلي. جيت ناشئين الاهلي بس يعني هو قعدت يومين بس. وايه اللي حصل؟ يوم جيت مضيت ويوم تاني مشيت على طول. طب ليه؟ احكي لي بقى القصه دي. لا هو يعني جيت اول يوم. ايوه. فكنت بتمرن مع الفرقه اللي هي اللي من سني. دخلت ازاي اصلا؟ لا اصل احنا يعني بيت اهلاوي جدا، والدي اهلاوي جدا جدا. جدا. اوكي. فاول اصلا نادي رحنا يعني رحنا عشان نختبر فيه كان النادي الاهلي. فروحت يعني انا رحنا كنا رايحين الترسانه لان هو جنب البيت. بعد كده رحنا ايه، ما والدي ما رضيش اصلا ينزلني، شاف الوضع شويه فقال لي لا احنا خلاص احنا الاهلي. فروحنا فاختبرت مع سي مثلا مدرب معين فخدني نزلني مع التيم اللي هو من اللي هو فرقتي يعني اللي هو من سني. ففي اول يوم مضيت يعني في اول يوم جيت عملت ماتش يعني زي بيعملوا تقسيمات صغيره كده. فمضيت فيها، مضيت على طول في يومها. اداني ورقه اجيب فيها بقى اللي هو شهاده الميلاد والحاجه من المدرسه، انا مش فاكر كويس قوي. صوره بطاقه والدك ومش عارف بيتهيألي شهاده ايه وشهادتك انت ايوه التفاصيل بتاعت ايه انا مش فاكرها كويس جدا يعني. بس فكنت اسعد واحد في العالم. فروحنا وبعدين انا مشواري بعيد شويه يعني. على مدينه نصر برضو يعني بعيد لو حضرتك تعرف الورق يعني بعيد قوي على أيوة. فرحت متاخر مثلا، مش متاخر يعني مثلا 3 دقايق. فهم انا ما اعرفش حد لسه برضو جديد. فكنت قاعد اللي هو واخد جنب كده يعني مكسوف برضو شويه. وبعدين كنت قد كده. لا لسه. فقعدت شويه بعد كده رحت يعني المدير الفني بقى جه هو المدرب المساعد هو اللي مضاني يعني. فتاني يوم بقى المدير الفني جه. فالمدير الفني جه خد اللعيبه اللي هو التيم كله جمعهم بقى يعني الشباب كانوا قاعدين وخدهم كلهم ودخلوا بيعمل محاضره وبيتكلم. فانا داخل بقى فقال لي اطلع بره. هو ما حق الصراحه جالي متاخر برسومه صغيره داخل. فقال لي اطلع بره. فبقول له اطلع بره ليه؟ انا طب ما قلتلوش ليه؟ انا متأيد اصلا. انا اصلا صغير ارتبكت اصلا الخضه لوحدها توترت جدا. وبعدين انا طبعي خجول يعني ما اتكسفتش قبل كده، ده شكلي وحش قوي. فقال لي اطلع بره قدام العيال الصغيره. فاتضايقت فطالع بقى قلت له انا موجود هنا. قال لي انا موجود مين اللي موجود؟ اطلع بره يا ابني. كنت لابس بقى طقم اخضر كده غريب وشراب مرفوع كده. هو حق الصراحه. فرحت طالع. فوالدي بقى شافني متضايق يعني طالع يعني خلاص مش ببكي بس طالع متضايق قوي قوي. الموقف على طفل برضه بالظبط. فسبحان الله يعني المدرب اللي خدني ما جاش، انا مش عارف ليه بس قشطه مش مهم. او ممكن يكون اتاخر حاجه زي كده، هو ساعتها في اللحظه دي ما كانش موجود، او ممكن يكون مثلا بيجيب حاجه. فخدني بابايا ونزلنا بيتكلم معاه وبتاع. فبيقول له ليه بتطرده وبتاع؟ والدي طبعا انا اهم حاجه، انا اهم واحد في الدنيا عنده يعني. فليه واتضايق قوي فتنشن مع المدرب. فراح قال له خد ورقك وامشي. فمشيت على طول يعني ساعتها على طول. تاني يوم ما لحقتش هاخد التيشيرت بتاع ده. والله ما لحقت. طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده رحت على طول على وادي دجله. وادي كان دجل. كابتن جمال عبد العظيم ده كان بيلعب في النادي الاهلي في الجيل القديم. قال لي نروح وادي دجله. وادي دجله ده كان ساعتها لسه في الدرجه الثانيه. فقال النادي كويس وبيهتم بالناشئين وهيصعدوا وكده. والدي كان متردد لان وادي دجله كانت يعني كانت درجه ثانيه، احنا عايزين حاجه تبقى درجه اولى ومتشافه ومعروفه. فقال له يعني لو نشوف حاجه ثانيه. قال له لا صدقني كابتن جمال كان بيحبني قوي 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 برضه. فقال لي انا عارف ولو في حاجه احنا هنمشيه يعني نوديه احسن حته. فرحت رايح على طول وادي دجله. ومن اول يوم برضه بصراحه من اول يوم برضه مضيت ودونا برضه نفس الورقه والحمد لله مضينا وكملت معاهم بقى. كان عندي 12 سنه او 11 سنه مش متذكر قوي لحد ما طلعت فيرست تيم مع الكابتن حماده. بس النتائج كانت متذبذبه شويه، ما كانش ينفع اشارك، كان عندي 16 سنه. بعديها على طول بقى يعني الحمد لله كان ربنا كرمنا والنتائج اتحسنت. فالموسم كان خلص. فابتديت بقى من الموسم اللي بعده كنت بنزل يعني اطلع مع الفرقه شويه. وانزل واطلع وانزل واطلع لحد ما باتريس كارتيرون. تمام. لا
كارترون اتمرنت معاه كتير بس اللي لعبني بقى تاكس. تاكس ده مدرب اللي هو كان مسكنا في دجله. بدايتي بقى معاه يعني اول واحد لعبني كان احمد حسام ميدو. بس يعني ابتديت بقى العب قوي مع تاكس. بعديها رحت المنتخب الاول مع مستر خفير عجيري، وبعديها بعديها ماتش الاهلي يعني رحت بتاع 4 معسكرات مع المنتخب، بعديها جه ماتش الاهلي اللي هو في الدوري. فعملت ماتش كويس، ومن بعدها اظن يعني ان الاهلي كان خلاص اللي هو ابتدى يهتم، فابتديت بقى اركز جدا في الدور الاول كله. يعني هو انا ما لعبتش غير دور واحد مع دجله يعني اللي هو باستمرار اللي هو ما بقعدش، يعني هو دور واحد ما كملتوش اصلا، فالنادي يعني خلاص اللي هو ابدا الرغبه فلب النداء بقى.